اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناه حمزه ذا فيديو. شركه يوويل عندها كذا سيريس من البوت سيستم اللي هي بتنتجها، زي مثلا الكراون واليوويل والديلت. وكانت الطفره اللي بدات بيها سيريس الكالبرن من اول ما طلع البود الاولاني الكالبرن جي كان تميزهم القوي في الفليفر، لان البوت سيستم قبله كان معظمهم يدوبك كده بيشتغل وكان البرفورمانس ضعيف جدا. وفضل التطور ده من عيلة الجي والاي والاكس لحد ما دلوقتي عملوا تطوير جديد اول مرة ينزل في العالم في البوت سيستم. فخلينا نشوف مع بعض. الكالبرن جي كان بادئ الاول بكويلات، وبعد كده غيروا من اول جي 3 في جي 3 والجي كي 3 بالكارتج الجديده اللي ميزتها ان هي انتي ليكينج تماما، وعملت نقله كبيره في موضوع الفليفر وبقت منافس قوي للكيو كارتج والاكس ليم كارتج. ودلوقتي نزل الاصدار من الجي 3 برو لبود جاي كله عباره عن شاشه. البود ده بقى لي 5 ايام بستخدمه بصفه مستمره، وكنا لسه عاملين له ريل للانبوكسنج. خلينا نشوف كده مكونات العلبه، موجود فيه ايه وبيجي ايه مع البود وامكانيات البود كلها، وبعدين نجربه مع بعض. وخليك متابع الفيديو علشان طبعا هيكون فيه بود زياده هديه كالمعتاد هيطلع لحد من الساده المتابعين. شكل علبة البود الجي 3 برو وشكل العلبة اللي بيجي ويتباع في مصر دلوقتي بيبقى عليه الورنينج بتاع نيكوتين شبه كده. هتلاقي في اختلاف في شكل الكارتج اللي مرسوم على الجهاز، ودي حاجة انا هشرحها لكم في الاخر. طيب نبدأ نشوف بقى محتويات العلبة ايه. اول حاجة هنلاقيها قدامنا طبعا ملفتة جدا للانتباه، شكل الشاشة الكبيرة اللي واخدة اولموست البود كله. ده شكل البود وطبعا هنتكلم عنه بالتفصيل. بيجي كمان في العلبه الكارتريج الثانيه والكابل يو اس بي، كابل يو اس بي سي طبعا، وبتيجي الورقه بتاعه الشرح لاستخدام البود والتحذيرات والكلام ده، وبتيجي ورقه صغنونه رسم لك فيها المنتجات اللي كلها بتشتغل بكارتريج الجي 3. النسخه بقى اللي بتيجي في مصر جايه كده في شكل كتيب، لان هي بتبقى نسخه انترناشنال، فموجود فيها نفس الكلام بس بلغات كتير. دي الكارتج التانية اللي بتيجي مع البود، لان اللي بتيجي راكبة في الجهاز هي مقاومة 0.4 ودي مقاومة 0.9. المقاومة 0.9 بتبقى شغالة لحد 15 وات. هتلاقي طبعا في الكارتج 0.9 فتحتين للاير فلو، دي موجودة في كل الكارتجات ما عدا 0.4، علشان تقدر تتحكم في كمية الهواء اللي انت عايزها تدخل من البود. اما الكارتج اللي بتيجي ال 0.4 فدي ما فيهاش غير مستوى واحد للاير فلو، ما فيهاش فتحتين، واحده كبيره وواحده صغيره. النسخه بقى اللي جايه لي في العلبه اللي ما عليهاش الورنينج ده بتبقى الحجم 3 مللي، دي طبعا نفس الشيشه ودي 3 مللي. انما النسخه اللي بتتباع في مصر، خليني اوري لك الكارتج ال 0.4 بتيجي فيها ازاي. دي الكارتج ال 0.4 اللي بتتباع في مصر، هي تفرق ان هي توب ريفيل بتملاها من فوق وحجمها 2 مللي، في حين النسخه اللي ما عليهاش الورنينج بتبقى 3 مللي وبتتملى من الجنب من هنا. اما بالنسبه للكارترج 0.9 النسخه اللي هي الانترناشنال اللي مبعوتها لي اللي من غير الورنينج، فده بيجي حجم الكارترج 2.5 مللي وبتتملى من الجنب، في حين النسخه اللي بتتباع في مصر حاليا هي 2 مللي بس وبتتملى من فوق. طبعا الفروقات دي بسبب ان دي النسخه اللي عليها الورنينج هي النسخه التي بي دي، فدي بيبقى ممنوع الكارترج فيها يكون حجمها اكبر من 2 مللي. هل بقى النسخه الثانيه هتوفر في مصر او لا؟ مش عارفين، ولكن حاليا هي دي النسخه اللي موجوده في مصر. لما نيجي نتكلم عن الديزاين بتاع البود، فهو مبدئيا طبعا بقى اتقل وشكله افخم بكتير من اي منتج من شركه يوويل. وطبعا في الظهر هتلاقي في اتنين ديزاينز معمولين للبود ده، ده واحد منهم اللي هو تحسه منور كده شويه، وده الديزاين التاني برضه فخم جدا، والديزاين بيفرق حسب اللون. فتحه مستوى الليكويد بقت موجوده في الظهر ومش موجوده في الوش، وده طبعا زي ما قلنا يعتبر اول بود سيستم نازل الواجهه كلها فول سكرين. اول اختلاف بقى هنبدا نلاحظه ان سوكت الشحن بقى موجود من الجنب مش من تحت، يعتبر تحت فاضي خالص، مكتوب بس ان هو 1000 ملي امبير دي البطاريه.
وزرار الفاير بقى موجود في الجنب، ومن الجنب هنبدأ نلاقي فتحة الاير فلو، وده كده يعتبر اول جي بود من يوال يكون فيه تحكم في اير فلو لكذا مستوى. عايز اقول لك الفتحة تعتبر سموز جدا وناعمة، وعلى حسب ما انت مثبت الفتحة هتفضل ثابتة، مش هتلاقيها عمالة تتسحب. خلي بالك بقى انا مع الكارتج 0.6 وانت طالع، فانت عندك الكارتج من تحت فيها مستويين للاير فلو مع كمان التحكم من هنا، فانت هيبقى عندك كمية اوبشنز للاير فلو كتير جدا تستخدمها حسب تفضيلك الشخصي. وفي معظم الاوقات انا دايما بفضل ان انا اقفل ايه ربع كده الاير فلو، ده بحسه بيدي لك احسن بيرفورمانس للفليفر. نيجي بقى للاختلاف الجذري اللي في البود ده، وهو الشاشه. الجهاز وهو مطفي كده تتك خمس تكات هيفتح معاك، 1 2 3 4 5 يلا بينا. مبدئيا كده ومن فوق هتبدا تلاقي جي 3 برو دي بتلون كده، ولو انت شلت الكارتريج بتلاقيها بتدي لك فلاشنج كده بتقعد تنور وتطفي، وبتلاقي الروبوت ده مش بيرقص، هو واقف عامل لك ورنينج وبيقول لك ايه مفيش كارتج راكبه. انما لو انت حاطط الكارتج ومالي ليكويد هتلاقيه بيرقص. هنرقصه معانا دلوقتي. اول حاجه من فوق هتلاقي الوات ومكتوب تحته كلمه برو فوكس. بعد كده بتلاقي هنا المقاومه بتاعه الكارتج اللي راكبه، بيكتب لك بقى هي 0.4 ولا 0.6. ولو ضغطت ضغطه او اخدت نفس بتلاقيه بيجيب لك هنا الباف كاونت، وموجود تحتها كلمه البي. خليك بس عارف ان الباف كاونت 3 ديجيتس بس، يعني اخره 999 وبعد كده بيريست ويبدا من الواحد تاني، وللاسف مفيش اوبشن انت تعمل ريست للباف كاونت في الجي 3 برو. هنلاقي هنا انت بتختار انت شغال بالسنسور بس ولا بالسنسور والزرار. لو ضغطت ضغطتين كده هيبقى بالسنسور بس، لو ضغطت فاير بالزرار مش هيشتغل، هتلاقي الفاير اللي هنا مش موجود. وللاسف برضه مفيش اوبشن ان انا افضل مخلي البود منور عشان اقعد اشرح من عليه، لان ده معمول كديزاين علشان يحافظ على البطاريه، علشان تشرب النفس 3 ثواني والشاشه تفصل عشان تفضل البطاريه مقديه معاك لاطول وقت. وبعد كده هنا حاطين كل المساحه دي للروبوت اللي بيرقص ده، كل ما بتدوس زرار الفاير بتلاقيه بيرقص معاك، ولو خدت باف هتلاقيه بيرقص نفس الرقص ده بالظبط. مستوى البطارية هنا متقسم 4 ديجيتس، بيبين لك مستوى البطارية 25% و75 وهكذا، وطبعا هتلاقي الألوان واضحة جدا والشاشة منورة جدا لأن هي LCD. والبطارية اللي جاية المرة دي 1000 ملي أمبير علشان يساعدك إن البود يفضل قاعد معاك شغال لأطول فترة. خلي بالك أنا هنا واخد 644 باف، أنا كنت بشرب على 15 وات، وده شحنها من أول ما جبته كانت مشحونة على الآخر، أخد معايا 644 باف ولسه فيه ربعها كمان، فغالبا ممكن توصل 700-750 باف في الشحنه الواحده. وطبعا انا كنت بشرب على 15 وات، كنت بشرب الكارتجات اللي هي الجاهزه اللي معاها، كنت بشرب على 15 وات. اكيد لو هتشرب على 0.4 خلي بالك انك ممكن تطلع لحد 35 وات. يعني لو اتكينا هنا 3 ضغطات علشان نغير الوات، 1 2 3، هتبدا تلاقيها بتفلاش معاك كده، تقدر تطلع بال 0.4 لحد 35 وات. وطبعا ده وات عالي جدا ومناسب جدا ان انت تشرب عليه ليكويد دي ال، فالبود ده رسميا بيشتغل كنفس شيشه وكنفس سجاير. لو عوزت ترجع تاني لاول باف هتدوس 3 تكات، 1 2 3، وبعد كده مع اول ضغطه هو لوحده بيرجع ل 5 وات، وترجع تاني تظبطه على الوات المناسب ليه. يبقى دلوقتي لو ضغطتين هتعمل التحكم في السنسور، اما لو 3 1 2 3 بتتحكم في الوات. 4 ضغطات دلوقتي ما بتعملش حاجه، كانت بتريست الباف كاونتر ودلوقتي مش بتعمل حاجه، و5 ضغطات بتلاقيه كل الشاشه نورت كده وبعد كده انطفى. خلينا بقى هنجرب الكارتريج ال 0.9 وهنشرب عليها ليكويد من لاين تسلا، هو فليفر اسمه باشيو وهو توباكو بيستاشيو. يلا نجرب. في حاجه تانية بقى مميزه ان هو انا كنت مظبط على الكارتج ال 0.4 20 وات، ودي كارتج جديده ال 0.9، فاول ما هركبها لوحده على طول ظبطها على 15 وات. كده احنا جاهزين لتجربه الاستخدام. اول مزاوله ممكن تبدا تلاقيها هو وجود الويندو بتاعه الليكويد دي في الظهر مش من الوش، فدي هتخليك لو مستوى الليكويد مش باين من الكارتج محتاج ان انت تلف البود علشان تبص وبعدين ترجع تلفه تاني عشان تبقى شايف الشاشه، او ممكن تشرب بقى من الظهر وتخلي الشاشه دي قدام صحابك.
زي ما قلت لك في الانبوكسنج كده، انا البود ده لسه ما شحنتوش، لكن انا بستخدم لون تاني وجربت ان انا اشحنه كذا مره، وما زالت الميزه بتاعه الفاست تشارجنج في اليو ويل ميزه قويه جدا، بيسبورت لحد 2 امبير فبيشحن بسرعه جدا من 0 ل 100. البود كمان وعمني مرتين، وكنت خايف قوي ان الشاشه دي تتكسر بسهوله، بس انا حظي ان هو ما جاش فيها خدش. بس في حد قابلته في المعرض يوم الجمعه اللي فات، كان برده اول ما فتح البود وقع على وشه وقع جامده، فاخد شرخ كده في الشاشه، هي طبعا بلاستيك فما تفشفشتش يعني، بس بقى في سكراتش كده كبير في الشاشه واضح. البود ده اول بود ام تي ال من شركه يويل، ابقى حاسس بفخامه فعلا بالماسك. هو الجسم بتاعه زنك الوي والشاشه معموله من البلاستيك، ولكنها بسبب نقائها ووضوحها فبجد شكله ملفت جدا وانا عجبني جدا. اللي انا لاحظته بقى في وقت الشحن السريع ده، ان الشاشه ما فيهاش ستيلث مود، ما فيهاش ان هي تطفي كده كلها وهي بتتشحن، لا هي بتبقى ديمد كده شويه، مظلمه شويه، ولكن كل الشاشه بتفضل منوره وانت مشغل البود. وعلى حجم الشاشه دي انا كنت متخيل ان هيبقى فيه اوبشن ستيلث وانا بشرب، علشان انا مش محتاج دايما وانا بشرب ان الشاشه كلها تبقى منوره، لان لو سبتها مطفيه كده اكيد عمر البطاريه هيساعد ان انا اشرب لفتره اطول، الا بقى لو انا حبيت ان انا اشيل الستيلث مود وارجع اشوف الشاشه وهي منوره تاني، ولكن للاسف الاوبشن ده مش موجود في البود ده. دايما لو انت بتستخدم جهاز جديد اتاكد ان انت بتملى الكارتج وبتسيبها شويه 10 دقايق ربع ساعه دايما في اول كارتج بتستخدمها لاي جهاز، علشان تضمن ان القطنه الموجوده جوه الكويل بتمتص كميه كبيره من الليكويد علشان ما تتحرقش منك وتعمل طعم الشياط. ديزاين البود بقى بصراحه عجبني جدا وحلو جدا، هو من الوش يعتبر كله شاشه وفي حته كده ايه معدن بس من فوق، والظهر زي ما كنت وريتك بيبقى عليه ديزاينز مموجه كده وبتختلف من لون للون. طبعا الكارتريج اللي شغاله هنا هي الجي 3 كارتريج، اللي هي كومباتبل بقى مع الجي 3 والجي كي 3 والجي 3 لايت والتينت جي كمان. في الجي 3 بود والجي كي 3 كان في فايبريشن لما تيجي تشيل الكارتريج وترجعها تاني، او لما تبقى حاطه في الشاحن ويخلص شحن. في الجي 3 برو مفيش الفايبريشن ده، ممكن يكون عاملينه علشان يوفر برضو من عمر البطاريه. طبعا رسميا كده البود ده ينفع دي ال وينفع ام تي ال، ينفع دي ال مع الكارتريج ال 0.4 تطلع لحد 35 واط، تفتح الاير فلو على الاخر هتاخد اير فلو ونفس شيشه اصلي يا معلم. وبالنسبه لام تي ال فالكارتريج بتيجي معاه 0.9، وتوفر كمان الكارتريج ال 0.6 ونزله كارتريج جديده 1.2 كده. عايز تشرب طول نيكوتين هتشغل الفتحه الضيقه وتقفل الاير فلو لحد قبل الاخر بشويه، هيدي لك نفس ضيق ممتاز لصوت نيكوتين. رينج السعر بقى اللي هو نازل بيه، هو نازل تقريبا بينافس البرو سيريس اللي موجوده في بقيه الشركات الثانيه، فهما تقريبا نفس الرينج، ولكن شخصيا انا مع حجم الشاشه دي شايفه اشيك بود موجود دلوقتي. بس كده، وطبعا في بود تاني هيطلع هديه لحد من الساده المتابعين. ازاي؟ اتاكد ان انت عامل سبسكرايب هنا على يوتيوب، واتاكد ان انت عامل فولو انستجرام وتيك توك وفيسبوك، وسيب كومنت هنا على يوتيوب شانل او على البوست اللي نازل على انستجرام، وهنعمل سحب عشوائي وحد هيكسب بود هديه من شركه يوال. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم على خير.